السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. النهاردة حبايبي موعدنا مع درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية بعنوان البورصة المصرية. نبدأ لنتعلم. شاهدت ياسمين والدها وهو يجري اتصالا هاتفيا وتبدو عليه ملامح السرور، فسألته عن سبب سعادته فقال لها: لقد ارتفعت قيمة الأسهم التي اشتريتها أنا وسعيد أخوك منذ أسبوع في البورصة. يعني هو مبسوط عشان الأسهم اللي اشتراها من البورصة من أسبوع فات قيمتها ارتفعت. يعني ايه قيمة الاسهم يا حبيبي؟ يعني ايه اسهم؟ اسهم هناخدها من معناها مساهمة، ومساهمة يعني مشاركة. دي اسهم، قيمة اسهم يعني انا مشارك او مساهم في شركة او مصنع بيشتغل بينتج اي حاجة، يعني الشركة او المصنع شغالين وانا مساهم فيها، يعني لي نصيب فيها مثلا بعشر اسهم والسهم بألف جنيه مثلا، يبقى أنا مشارك من قيمة المصنع أو الشركة بعشر تلاف جنيه. إن كانت الشركة مثلا بمية ألف يبقى أنا ليا عشر الشركة وليا عشر المكسب. الشركة كسبت في السنة عشر تلاف جنيه يبقى أنا ليا مثلا ألف جنيه من قيمة المكسب. فهمنا حبايبي؟ قيمة الأسهم، مساهم في الشركة، مشارك، يبقى أنا لي نصيب في الشركة دي. فرد أبوها عليها أبو ياسمين قال لها: لقد ارتفعت قيمة الأسهم التي اشتريتها أنا وسعيد أخوك منذ أسبوع في البورصة المصرية. تعجبت ياسمين وسألت، ما هي تعجبت، ما هي مش فاهمة يعني إيه أسهم يعني إيه بورصة. فتعجبت ياسمين وسألت والدها: ماذا تقصد بالبورصة يا أبي؟ قال الأب: البورصة سوق منظمة لبيع وشراء الأسهم والسندات. يعني عرفنا البورصة سوق منظم، سوق له نظامه، والسوق ده الإيه؟ لبيع وشراء الأسهم والسندات. طب فهمنا الأسهم، إيه هي السندات؟ السندات دي يا حبيبي مستندات، يعني أوراق تدل على إن أنا أقرضت أو دفعت في الشركة دي فلوس مثلا عشر تلاف جنيه. دي هي السندات يا حبايبي، فلوس بتحفظ لي حقي. يبقى عرفنا الفرق بين الأسهم والسندات. الدرس ده حبايبي لازم نركز فيه عشان هو مهم شوية. عايز الطالب الذكي المركز اللي ما بيشتغل، ما يعني بيشغلش نفسه بأي حاجة غير اللي هو اللي احنا بنقوله، مركز معانا عشان نفهم بعض. سألت ياسمين: ما المقصود بالأسهم والسندات يا أبي؟ أجاب سعيد: إذا أردنا الاستثمار في البورصة. الاستثمار معناها إيه يا حبيبي؟ إن أنا بستثمر أموالي، بزود أموالي. يعني مش عايز أقول مصطلحات أكتر من كده أو أكبر من كده عشان نبقى إيه فاهمين، عايزين نبسطها. الاستثمار أنا بستثمر أموالي، بزود فلوسي. يمكننا شراء الأسهم وفهمناها أو السندات وفهمناها. يمكننا شراء الأسهم أو السندات المطروحة بالبورصة، وقلنا البورصة سوق منظمة، سوق متنظم لبيع وشراء الأسهم والسندات. فالأسهم أوراق مالية تجعل صاحبها شريكا في المشروع سواء الشركة أو المصنع. فإن الأسهم إن أنا بساهم من في حق الشركة أو في حق هذا المشروع أو في حق المصنع مثلا بعشر أسهم والسهم بألف جنيه، يبقى أنا مساهم بعشر تلاف جنيه من حق الشركة أو من سعر الشركة دي. يبقى أنا لي ملكي عشر الشركة، واحد على عشرة من الشركة دي. يعني بنقسم الشركة عشر أجزاء وأنا لي جزء، يبقى أنا لي العشر. اتفقنا؟ اتفق. سواء في الشركة أو المصنع.
وفق عدد الأسهم التي يشتريها من البورصة. يعني أنا ماسي شاري 10 أسهم والسهم بألف جنيه، يبقى أنا شاري ب10,000 جنيه أسهم. هنقدر أن الشركة دي ب100,000 جنيه، يبقى أنا زي ما قلنا لي عشر الشركة. طب غير الشاري 11 سهم أو 12 سهم، يبقى هو مشارك بالعشر وأكتر، يبقى هو مشارك أكتر مني، له نصيب أكتر مني في الشركة أو المصنع. يبقى لما بيكسب، إن أنا كسبت 10 هو يكسب 12 وهكذا، وفق عدد الأسهم التي يشتريها من البورصة بيبقى له نصيب أو ملك، وطبعا بالتالي الربح طبعا وبالخسارة برضو. لو الشركة أو المصنع لا قدر الله خسرهم، أنا لو خسرت 10 هو يخسر 12 حسب ما هو مساهم أو شاري أسهم من البورصة من الشركة. ويكون لأصحاب الأسهم حق في أرباح المشروع حسب عدد الأسهم. زي ما قلنا يا حبايبي، أنا مشارك بعشرة، لي عشرة يبقى باخد مثلا 1000، وهو بياخد له 12، مشارك ب12 سهم بياخد 1200. ولكن الأرباح ليست ثابتة من عام إلى آخر، يعني الأرباح مش ثابتة كل سنة، فقد يحدث خسائر للمشروع زي ما قلنا. وفي هذه الحالة يتحمل أصحاب الأسهم حجم الخسائر اللي هم مشاركين. يعني الشركة متقسمة على 10 أفراد، يبقى أنا ليا العشر وغير له مثلا العشر واثنين سهم وهكذا. يبقى حسب الأسهم بتيجي حجم الخسائر، أضاف الأب. أما السندات فتختلف عن الأسهم. السندات بتختلف شوية، عايزين نركز زي ما قلت، خليكم ركزين معايا. السندات حبايبي بتختلف عن الأسهم، حيث أن السندات تعتبر أوراقا مالية تثبت أن مالكها قدم قرضا إلى صاحب المشروع. يعني واحد عنده شركة وعامل فيها مشروع، أنا باخد بديله مثلا 100,000 جنيه، باخد ب100,000 جنيه سندات، تعتبر يعني تعتبر أوراق مالية. السندات دي مثلا بقيمة 100,000 جنيه، أنا اداني ورقة أو إيصال أمانة أو شيك إن أنا مديون للراجل دوت ب100,000 جنيه. يبقى السندات تعتبر أوراقا مالية تثبت أن مالكها قدم قرضا إلى صاحب المشروع. مع اللي يثبت إن أنا قدمت الفلوس لصاحب المشروع لمدة محددة تمتد من سنة إلى 10 سنوات أو أكثر، يعني ممكن سنة 10, 15, 12 أو أكثر. ويكون صاحب المشروع مديون لأصحاب السندات. طبعا احنا معنا اللي يثبت من واخد ورق وإيصالات أمانة وكمبيالات أو شيكات إن أنا الراجل صاحب الشركة دي مديون ليا. وطبعا ويدفع لهم فائدة ثابتة، طبعا بياخد فلوس ثابتة حسب ما بيقرروا. أنا مديك 100,000 جنيه هاخد مثلا 10% كل سنة، ما هم حط فلوسه في المصنع أو في الشركة وبيكسب، وأنا مديله فلوس سلف، يبقى مش هو هيكسب لوحده. ما هو لولا فلوس اللي أنا اديتها له ما كانش هيحط حاجة في الشركة، وبالتالي مش هيكسب، مش هيشتغل من أصله. لا، يبقى بيدفع لهم فائدة ثابتة عائدا ماديا، ده بيسمى العائد. يبقى العائد هو الفائدة، عائدا ماديا محددة مسبقا، محددة احنا بنتفق مسبقا في الأول. يبقى عائدا ماديا محددا مسبقا طوال مدة السند. مثلا ممكن نقعد مثلا 15 سنة طول ما الشركة شغالة وبتحقق ربح، أنا باخد في الربح. وده حبايبي ما يعتبرش ربح، لأن احنا اتفقنا قبل ما نبدأ المشروع، سواء حقق المشروع مكاسب أم لا، حتى لو المشروع خسر أنا مديلك فلوس وإنت متخصص في شغلك وعارف إمتى إن كان المشروع ده مربح أو خسران، يبقى أنا ماليش دعوة. كما ترد قيمة السندات إلى أصحابها بعد المدة المتفق عليها. أنا اتفقت أنا هديلك السندات، الفلوس دي أخدها بعد 15 سنة وباخد عائد مادي كل سنة، برضو تديني الفلوس اللي اديتها لك حتى لو بعد 15 سنة، لأن احنا متفقين. يبقى كما ترد قيمة السندات إلى أصحابها بعد المدة المتفق عليها. لذا فالسندات
أقل مخاطرة من الأسهم. إزاي؟ السندات أنا بدي صاحب الشركة فلوس، مثلا بديته 100,000 جنيه على 15 سنة، طول ما الشركة شغالة أنا باخد، متفق أنا وهو لي 10%، يبقى كل سنة باخد 10,000 جنيه من نصيبي في الشركة دي كسندات مش أسهم. يبقى أنا الأسهم بدي لك فلوس، باخد منك شيك أو إيصال أمانة أو كمبيالة بتثبت حقي إن أنا مدي لك الفلوس ديت، وباخد في الكسبانة، وبعد 15 سنة باخد 100,000 جنيه، غير طبعا مكسبي طول 15 سنة. مفهوم يا حبايبي؟ قال لك لذا فالسندات أقل مخاطرة من الأسهم. السندات كسبانة كسبانة، أما الأسهم دي شركتي أنا مساهم فيها، ليا نصيب مساهم فيها. شوف الأسهم كلمة مساهم فيها يعني مشارك فيها، يعني بتاعتي ليا مثلا 10% من إيه؟ من أسهم الشركة. يبقى لو الشركة خسرت 1,000 جنيه، 1,000 جنيه بيتقسموا على 10 أفراد مثلا اللي هم مساهمين في الشركة، يبقى أنا بخسر خسرت 100 جنيه، وبقيت 900 على بقية الإيه؟ المشاركين، كل واحد حسب نسبة الأسهم اللي هو شاريها. قال لك ما أهمية البورصة بالنسبة لاقتصاد بلدنا؟ البورصة لازمتها إيه لاقتصاد الدولة اللي احنا عايشين فيه؟ أجاب الأب: توفر البورصة التمويل اللازم لأصحاب المشروعات. أنا عامل مشروع، بروح أخد الفلوس اللازمة للمشروع ده، وطبعا عارف وعندي خبرة إن كان المشروع ده اللي بعمله ده بيكسب أو بيخسر، ماشي ولا مش ماشي، له اسم في السوق أو ملهوش، له طلب في البلد أو ملهوش. يبقى أنا كمتخصص في مشروعي باخد الفلوس من البورصة، والبورصة بتجيب لي من الممولين. ما يا حبيبي؟ ما هو ده بيحط وده بيحط، بيشتري سندات وأسهم من البورصة، البورصة بتاخد من ده ومن ده ومن ده ومن ده، وبتدي أصحاب المشاريع. اتفقنا؟ مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتشغيل العمالة. طبعا ده هياخد ويفتح مصنع، وده هياخد ويشتغل في شركة، طبعا الشركة عايزة عمال والمصانع عايزة عمال تقوم بالدور، دور الصناعة والإنتاج، فهنا بتفتح مجالات كثير للعمال وفرص العمل. وطبعا ازدهار الاقتصاد المصري، ما يكون في الدولة مثلا 1,000 مصنع غير ما يكون في الدولة 2,000 مصنع شغالين مثلا، يبقى 1,000 بيدي مثلا 100,000 في السنة، 2,000 هيدوا 200,000 جنيه في السنة. انا بدي مثل بسيط عشان نبقى ايه واضحين والناس فاهمة. وفي نهاية المناقشة سأل الاب ياسمين: هل تريدين استثمار اموالك في شراء اسهم ام سندات؟ هو عرفها ايه الفرق، زي ما عرفنا حبايبي ايه الفرق بين الاسهم والسندات، فهو بيخيرها: انت عايز تستثمري اموالك، تشغلي اموالك وتكسبي من اموالك وتزوديها في الاسهم ولا في السندات؟ قالت ياسمين: سوف اشتري الاثنين معا لاحقق ارباحا وفوائد كثيره. هشتري الاثنين مع بعض، الاسهم والسندات يا بابا، عشان احقق ارباح وفوائد كثيره. فقال الاب: الامر ليس بهذه السهوله، إنما يحتاج إلى دراسة واستشارة متخصصين، ناس عندها خبرة واشتغلوا قبل كده في البورصة واستثمروا أموالهم ولهم مصانع ومشاركين ومساهمين في مصانع وشركات، وهم اللي يقولوا لك المجال إن هو اللي يكسب وتخش فيه، وبلاش تخش في مجال إيه عشان ممكن تخسري فلوسك. بستشير أصحاب الخبرة المتخصصين، والحكمة بتقول ما خاب من استشار، وربنا بيقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسوف يساعدك أخوك سعيد في الاختيار الصحيح. طبعا سعيد قبل منها وعارف إيه اللي بيكسب وإيه اللي بيخسر، وإيه الشركة المجال إن هو اللي مكسبه مضمون، والمجال إن هو اللي مكسبه مش مضمون، فبيقول لا تخشي في شركة كذا وتدفع أسهمك وسنداتك في الشركة أو المصنع. وسوف يساعدك أخوك سعيد في الاختيار الصحيح، لأنه طبعا عنده خبرة وفاهم. طب يا حبايبي نيجي لفترة لنستكشف الاكتشاف والمعرفة.
انضمت البورصة المصرية إلى مبادرة البورصات ذات التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية. إيه يا حبيبي الكلام الغريب اللي بنسمعه؟ التنمية مستدامة ومسؤولية مجتمعية. التنمية المستدامة أولا البورصات الأول، وقلنا يعني إيه البورصة؟ قلنا سوق منظمة بتضمن لك حقك وبتديك الأسهم والسندات، وقلنا يعني إيه الأسهم ويعني إيه السندات. طب عندي تنمية مستدامة، هي كلمة شرح نفسها يا حبيبي. تنمية شيء بينمو، ومستديم أو مستدامة حاجة، تنمية مستدامة يبقى البورصة ذات التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية، المسؤولية عن المجتمع عن الدولة. يبقى انضمت البورصة المصرية إلى مبادرة البورصات ذات التنمية المستدامة، البورصات اللي لها اسم ولها قيمة والمسؤولية المجتمعية في عام كام يا حبايبي؟ 2009. يبقى يقول لك متى انضمت البورصة المصرية إلى مبادرة البورصات ذات التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية؟ أقول له في عام 2009. وتهدف هذه المبادرة، المبادرة دي أساسها إيه وتعملت ليه؟ وتهدف هذه المبادرة إلى التزام الشركات للدرجة في البورصة بالمحافظة على البيئة، إن أنا ما يكونش المصانع اللي عندي بترمي فضلاتها في البحر، المداخن بتاعتها بتلوث البيئة. فيه أسس ومبادئ وأصول وشروط لإقامة أي مصنع، يبقى ما بيلوث ليش البيئة ويلوث لي مياه البحر النيل. استخدم مواقع البورصة المصرية وابحث عن جهودها في مجال التنمية المستدامة. يبقى انت ممكن تخش على موقع البورصة المصرية وتشوف جهودها في مجال التنمية المستدامة. لنراجع يا حبيبي، نراجع بقى. قال لك واحد، حدد اوجه التشابه والاختلاف بين الاسهم والسندات. وقلنا ايه وجه التشابه؟ الاسهم ايه هي والمستندات ايه هي، وهم متشابهين في ايه ومختلفين في ايه؟ فاكرين يا حبايبي؟ قلنا ان الاسهم انا مساهم في الشركة، يعني الشركة دي ملكي او المصنع ده ملكي، لو خسر بخسر، المصنع خسر. اما السندات انا مدي صاحب المصنع فلوس واخد عليه شيكات او ايصالات امانة، ماليش دعوه بالخساره، انا ليه دعوه بتفق معاه ان انا باخد منه عائد سنوي ثابت كل سنه. اذا الاسهم والمستندات يعني بيتشابهوا في ان انا ايه ليا فلوس عندك، وبيختلفوا في ان السندات ملهاش دعوه بالخساره، اما الاسهم فان مساهم ليا حق ملك في الشركه دي، يبقى لما بتخسر بخسر معاه وما بتكسب بكسب معاه. إذن السندات أقل خطورة من الأسهم يا حبايب. طيب ما النتائج المترتبة على إنشاء البورصة المصرية؟ قلنا إن البورصة المصرية سوق منظمة متنظم، قلنا إن البورصة المصرية سوق منظمة لبيع وشراء الأسهم والسندات يا حبايب، مش عايز أقول أكتر من كده عشان ما تهوش مني. وفي نهاية درسنا حبايبي بدعوكم للمشاركة في القناة وعمل اشتراك وتفعيل زر الجرس ولايك للفيديو لو عجبكم الشرح. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.